البروبريتي الاولى اللي هي ماك توت بارتي دان انسومبل دينومبرابل ايفيني او دينومبرابل. اش معناتها توت بارتي دان انسومبل؟ معناتها كي تاخذ بارتي مثل من الان كيما ليكزومبل الكلاسيك اللي نقولوا احنا الفوندامنتال نتاع التيوري هذه نتاع دي ليزونسومبل دينومبرابل هو الان. دونك الحكايه الكل معناتها كلمة دينومبرابل هما باش نشوفوا أنهم لي زونسومبل اللي يشبهوا ستركتير نتاعهم للآن. دونك بروبريتي هنا توت بارتي دان انسومبل دينومبرابل ايفيني او دينومبرابل. توت بارتي دان انسومبل دينومبرابل ايفيني او دينومبرابل معناتها كي تاخو بارتي دو ان يا اما بالطبيعة باش تكون بارتي فيني باش تاخو ان نومبر معناتها معين كاتر ليمون سانك ليمون اكسيتيرا، والا كانها بارتي انفينيه باش تبقى ديما اندكسي دونك باش تبقى ديما دي نومبر. هذه البروبريتي الاولى. البروبريتي الثانيه لا ريونيون دو دوز انسومبل دي نومبرابل اي دي نومبرابل. كي تعمل ريونيون تاع زوز دي زيليمون ديما يبقى ان انسومبل دي نومبرابل معناتها يبقى ديما اون بيجيكسيون افيك ان ما تبدلش مش باش يكبر معناتها. نجم نلاحظوا كيف زاد 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 عباره زاد هو الان اونيون زاد موان ايتوال دونك يبقى ديما اون بيجيكسيون مع الان رغم اني عملت ريونيون مي ديما اون بيجيكسيون مع نفس الانسومبل. بلو جينيرال كي تاخو دي زونسومبل او انديس كا افيك كا انديس بارتيان لل اي لا ريونيون تبقى ديما زاد اي دي نومبرابل. هنا ردوا بالنا شويه هنا في البروبريتي هذيا خاطر كي تعمل لا ريونيون تاع انفيني معناتها هذه ريونيون انفيني معناتها لانديس ابارتيان للان مسايبه من زيرو حتىش للانفيني كا ابارتيان للان يلزم تكون لانديس ابارتيان اونسومبل دي نومبرابل. زاد هي ما تنجمش تقول لا ريونيون كا ابارتيان للار بار اكزومبل وقتها تولي تنجم تكون لا ريونيون بالطبيعه مش دي نومبرابل. مي هنا معناتها نقولوا بلغه نعم نقولوا ريونيون دي نومبرابل هي بيتها ريونيون في حد ذاتها دي نومبرابل معناتها لا ريونيون دي نومبرابل نتاع دي زونسومبل كي سون دي نومبرابل اي دي نومبرابل. فوالا هذه معناتها كيفاش نعبروا معناتها على البروبريتي. نمشيو للبروبريتي الثالثه سي ان انسومبل اي اون بيجيكسيون افيك ان انسومبل كي دي نومبرابل الوغ الي اوسي دي نومبرابل. بلغة أخرى معناتها بلاس باش تبقى تبين معناتها لونسومبل نتاعك أون بيجيكسيون مع الأن إكسيتيرا قال لك لا مش بالضرورة تنجم تبينو أون بيجيكسيون مع الأن إتوال ولا مع الزاد وإلا مع أي أنسومبل يكون دي نومبر. دونك هذيا بروبريتي نيميرو 3. آخر بروبريتي تخص البرودوي كارتيزيان يقول لك البرودوي كارتيزيان نتاع دو أنسومبل دي نومبرابل إي دي نومبرابل. باهي شفنا احنا ان كاري اللي هو ان كوغوا ان معناتها برودوي كارتيزيان تاع ان بارمينان دي نومبر نجمو نستعملوها بيان سور البروبريتي هذيك ونبينو بها كي ناخذو دو زونسومبل كيلكونك يكونو دي نومبرابل لو برودوي كارتيزيان بالطبيعه نبينوها لي دي نومبرابل ون بو جينيراليزي مع تروا ولا حتى كاتر ولا حتى ان بصفه عامه برودوي كارتيزيان معناتها نتاع ان اونسومبل كي سون دي نومبرابل يبقى ديما دي نومبرابل. هنا باش نعطي بيان سور كالك ابليكاسيون باش نحاولوا بول اليستري ها لي بروبريتي هذوما بارتي كاتر تروز ابليكاسيون في تروز ابليكاسيون. الابليكاسيون الاولى هي دي نومبرابيليتي نتاع لونسومبل دي راسيونيل معناتها باش نبينو كي اي دي نومبرابل. علاش كي دي نومبرابل هنا شنية هالبيجاكسيون باش نحاولو بيان سيغ نسمعوها بين الكي والان. احنا كيف ما شفنا في البروبتي تروا نجمو نعملو بيجاكسيون مع اي انسومبل يكون دي نومبرابل مش لازم الان. نبداو دونك ديمونستراسيون معناتها ماهي صعيبة برشا. توت راسيونيل ار اي سيكخي دو فاسون اوني كوم فراكسيون ريدكتيبل. قولو احنا الفراكسيون بالطبيعة باش تختل تكون مختزلة وكل شيء بيان سيغ الاخر نقولوا احنا تلك البي جي سي دي دو بي والكي نتاع النيميراتور والدينوميناتور البي جي سي دي دونك ايكال ا فوالا. هذه دونك البروبريتي هذه نتاع لي راسيونيل دونك هي باش تعطينا البيجاكسيون. علاش دونك جوست معناتها اون فانوتي او هنا هو الاو هو لونسومبل دي كوب البي كي دون زيد كروا ان ايتوال تلك البي جي سي دي دو بي والكي ايكال ا.
باش ناخذوا هالكوبل هذوما الكل نحطهم في ديزونسامبل. بالطبيعة الانسومبل دي كوبل اللي بي جي سي دي نتاعهم ان مش الانسومبل دي كوبل وكا هاو دون زيد كروا ان ايتوال. دونك الانسومبل دي كوبل تال كو لوغ بي جي سي دي ايكال ان. وناخذوا لابليكاسيون هذيا اللي هي من او فير بي فان انسومبل دي راسيونيل كي او توت كوبل اون فا اسوسي لو رابور بي سور كيو. A toute couple, on va associer le rapport P sur Q à l'application Hevia Schneid Verifit. Vérifie quel que soit le R appartient à l'arrivée, quel que soit le rationnel appartient à l'arrivée par l'application. Il existe unique élément fil E tel que l'image MTA est égal à R. Bien, Hevia, qui est marqué dans tout rationnel, s'écrit de façon unique. Voilà, comme étant le rapport P sur Q. معناتها tout élément d'arrivée عندك unique antécédent. هذه en fait هي la définition تاع البيجكسيون. Le produit هناك cartésien z croix n étoile bien sûr le produit هذايا تاع deux ensembles dénombrables. Alors هذايا c'est un ensemble dénombrable. La partie هذه e c'est une partie inclue في l'ensemble هذا. وحنا شنو نعرفوا نعرفوا اي toute première propriété, toute partie d'un ensemble dénombrable est finie ou dénombrable. Mais la partie هذه fait infinité des éléments. Allez, je vais te dire le couple هذا en n avec n un entier quelconque. Dima appartient le E. Allez, je vais te le PGCD, dans le 1 ou le n, dima égale à 1. Et donc, on a une partie infinie, mais l'ensemble qui est dénombrable, donc, je compte que c'est dénombrable. Vous pouvez bien donc le Q en objection à la partie qui est dénombrable, qui est manchouf à terre, en état. La propriété numéro 3, tu dis que un ensemble en bijection un ensemble qui est dénombrable, Z est dénombrable. Bien sûr, l'application de Z est à l'ensemble des polynômes à coefficient entier, Z est dénombrable. Donc, l'astuce c'est la barche, donc, à chaque polynôme de degré inférieur égal à d, معناتها باش نخدموا من الاول على z indice d, معناتها لي بولينوم de degré inférieur égal à d. وبعد سهل برشا بتبيع جوست تكتب الانسومبل دي بولينوم هو لا ريونيون تاع z indice d avec d dans n. معناتها il suffit باش تبين هنا انه z indice d باش يكون dénombrable. Pour conclure, علاش z indice d هنا dénombrable؟ خاطر انت تعرف انه معناتها زد انديس دي دو اكس هذا الانسومبل دي بولينوم ديما عنده الباز كانونيك نتاعو 1 اكس اكس كاري جوسكا اكس بيسونس دي. ونعرفوا احنا مع في الاسباس فيكتوريال دي ديمونسيون فيني اي اليمون سي ديكومبوز دو فاسون اونيك في الباز. بالطبيعه معناتها بالنسبه للبولينوم الكوفيسيون هذوكم هما هما معناتها ديكومبوزيسيون في الباز كانونيك. دونك ثم ديما اونيك كل بولينوم يمثلو نقولو احنا عندو الكوفيسيون سبيسيال نتاعو يمثلوه. دونك هنا اون فا اسوسي ا كل بولينوم باش ناسوسيلو الكوفيسيون نتاعو. فوالا دونك بالطبيعة اوتوماتيكمون بار كونستريكسيون سي اون بيجيكسيون. منين البيجيكسيون هذه؟ من لونسومبل دي بولينوم هذايا دي دغري انفيريور ايكال دي زد دي فير l'ensemble du couple le z de puissance d plus 1. Puisque le z de puissance d plus 1 est un produit des ensembles, produit cartésien des ensembles le z qui est dénombrable, donc le z est dénombrable, ou donc on passe à la conclusion terme facilement. L'application 3, je vais vous parler de للنوسيون تاع البروبابيليتي اللي هي اللي تهمنا معناتها الحاجات اللي تهمنا علاش نقرو فيت احنا في ليزونسومبل دي نومبرابل. الباز هما باش نخدمو ديما على لونيفير نتاع لي ريزلتا بوسيبل. هذا هو الباز معناتها نتاع البارتي هذيا معناتها نقراو فيها ليزونسومبل دي نومبرابل جيست باش نستحقوها في الديفينيسيون تاع البروبا. بالطبيعه ماهيش نوسيون باش مهمه في الشابيتر باش نكونوا واضحين. معناتها النوسيون هذه نتاع الدينومبرابيليتي رغم اني معناتها فاف تدخل برشا في التيوري نتاع البروبا وتدخل حتى اكثر معناتها في حاجات اخرين. دونك مي احنا بول لو مومون مانيش مستحقين ياسر
احنا جيست اون فا ديفينير جيست النوسيون تاع البروبابيليتي على لي زونيفير كي سون دي نومبرابل وكا باش معناتها ما نقولوا احنا ما نركزوش معاها اكثر من لازم معناتها البارتي الاولى هي جيست نفهموا غروسو مودو معناتها شنو هي النوسيون وكيفاش معناتها اون تريت لي زونسامبل دي نومبرابل وكا نبعدوش ياسر في البروغرام معناتها بيه. L'univers, donc, on va lancer une pièce à monopile efface jusqu'à l'obtention de la première pi. Mais, je normalise une pièce, jusqu'à ce qu'on la première pi. Bien sûr, je trouve la première pi, on dit que nous sur l'expérience. Donc, je l'ensemble du résultat possible. L'ensemble du résultat possible, donc, je trouve la pile, je lance l'autre. نجم كيف ما تنجم تلقى البيل في اللونسي الثاني معناتها يجيك فاس وبعد يجيك بيل كيف ما تنجم تجيك فاس فاس بيل اكسيتيرا دونك هذوما لوميغا نتاعنا لونسومبل دي ريزلتا بوسيبل هما لي كوبل هذوما علاش دي نومبرابل هذايا جيست تاخذ لابليكاسيون من لين ايتوال فير اوميغا و اتو تونتي تو ياسوسي هاك الكوبل هذاك افيك بي اباري في الانيام لونسي معناتها في الانيام بوزيسيون في الكوبل معناتها نقولوا احنا باش تظهر لك البيل في النونسي نيميرو 1 دونك عندك بيجيكسيون دو سيت فاسون بين لونسومبل نتاعك اوميغا ولونسومبل ان ايتوال دونك لونسومبل هذايا دي ريزلتا بوسيبل واضح انه اونسومبل كي دي نومبر اخر بارتي في السكسيون هذيا معناتها نتاع لونسومبل دي نومبر هي رومارك حبينا معناتها نعطيو كالك اكزومبل نتاع لي زونسومبل اللي ماهمش دي نومبرابل بالطبيعة ليكزومبل لو بلو كلاسيك اللي هو الاير اير ني با ان اونسومبل دي نومبرابل لا ديمونستراسيون ما تهمنيش برشا هنا معناتها سي با يوتيل اي دونك دوزيام اكزومبل هما لي زانترفال دو اير بصفة عامة اللي نون في دي نون ريفي ان سانجل طون ليكزومبل بالطبيعة هو مثال لانترفال 0 1 ou un intervalle اخر معناتها بصفه عامه non vide non vide un simple temps ni jamais dénombrable la propriété tourvoisie معناتها كي تاخذ اون بارتي دو ار دينومبرابل ار بريفي دي دي ني با دينومبرابل نجمو زاد هنا معناتها نورمالمون كنا نجمو نحطوها مثال كي تاخذ حتى بارتي فيني تعمل ار بريفي دا انسومبل فيني كيف كيف ما ينجمش يكون دينومبرابل بي ليز اكزامبل بالطبيعه هنا مثال انترفال 0 ا الار ايتوال اللي هو ار بريفي 0 عندك الار بريفي دو كي اكسيتيرا هذوما الكلهم نسون با دي نومبر